اهلا بيكم. كان في مره ثعلب قاعد في غابه وهو ماشي كده بين الشجر، لقى شجره عنب. المنظر بتاعها تحفه والعنب نازل منها كده، قال الله بس انا جعان وعطشان والعنب ده هيرويني وانا فعلا محتاج ده دلوقتي. فضل يجري يجري وينط عشان يطول عن عود العنب ده، مش عارف يطول. كل مره يجري 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 وينط مش عارف يطول، راح حد ما زهق راح قعد على جنب كده وبص كده من بعيد على العنب ده وقال لا 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 انا مش عايز العنب ده اصلا، ده طعمه وحش، ده تلاقيه حمضان اصلا، لا 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 مش عايز حاجه منه. الفكره في ايه؟ الفكره ان ساعات كتير ان الناس مش بتبقى عارفه توصل لمكانتك والمستوى اللي انت فيه، فاخرهم معاك ان هم يقولوا عليك كلام سلبي وينتقدوك وبس، ويا ريتو كلام يكون بناء لكنه بيكون بيعكس نظرتهم هم وطريقتهم في التفكير ليهم.